النهارده سموحه كمان النهارده الاستاذ فرج عامر كان اعلن ونشر خطاب متعلق بالشكوى بخصوص مشكله الفار اللي كانت ما بين مصطفى مدحت وابراهيم نور الدين. وقدامكم على الشاشه ده الخطاب اللي تم ارساله من سموحه الى المدير التنفيذي لاتحاد الكوره الاستاذ وليد العطار، وسموحه بيطالب في الشكوى بتاعته يعني عرض التسجيلات. هل هنسمع التسجيلات من تاني ولا لا؟ يعني قدامكم اهي في الشكوى سموحه بيطالب عرض التسجيلات عشان يعرف ماذا دار ما بين مصطفى مدحت وابراهيم نور الدين في مباراه سموحه والزمالك. مش عارف هل هنرجع نسمع التسجيلات من تاني ولا لا؟ هل اللجنه هتستعرض الاخطاء التحكيميه ولا لا؟ ده احنا وصلنا لمرحله ان الحكم بيطلع يعلق على قراراته كمان، ده احنا مش رجعنا سنه لورا، ده احنا رجعنا 20 30 سنه لورا. لا يبدو ان مفيش فايده، بس انا مش هسيب الملف ده لغايه لما الملف ده يكون احترافي بنسبه 100%. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا كلام مهم جدا عن مباراه الهلال السوداني والاهلي.